So I will be calling the first group, Danish, Marwa, Jumeiriya, Haneen, Dihya, Munif, and Akifa. So all of you please. So all of you ready? We have seven, right? MashaAllah, all of you are here. So we can go from right to left. So Dihya? Yeah, I'm just checking. Mm-hmm. You can start with your... Dihya, you can start with your favorite surah. Can you come here as the mic, please? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. فليعبدوا رب هذا البيت.
Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath. Ra'aytan nasa sadakhaluna fi dinihi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wanha inna shaniyaka wastaghfir innahu kana tawwaba. وتكون الجبال كالإهن المنفوش فهو في فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية فأما من خفت موازينه فهو في فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار هامية. ما شاء الله كبير. الله أكبر. To all of you, mashallah, you all did great, okay? Alhamdulillah. You all did good. Shabash. Very good, mashallah. Takbir, all of you. Alhamdulillah. So let's move to our next group, inshallah. We have Ibrahim Khan, Abdul Ghani, Ibrahim Dasono, and Amir. Start with your favorite part, inshallah. We can go from right to left. So, Amir, you can start. Your favorite surah, inshallah. Bismillah. Inna al-insana lafi khusr. Illa al-ladina amanu wa amilu al-salihati wa tawasaw bil-haqqi wa tawasaw bil-sabr. Allahu Akbar.
بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حصير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. ما شاء الله تكبير. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سعرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار فجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجبال سعرت وإذا العشار عطلت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. ولا أقسم بالخنس الجواد الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لكم رسول كريم ذي قوة عندنا العرش مكين مطاع ثمان وما صاحبكم بمجنون. ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب برهين وما هو بقول شيطان رجيم. فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين. لما شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. كلا ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالغاية. أما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. سقر عليها عليهم
المطية. ما شاء الله تكبير. الله أكبر. إبراهيم كان يساشة الحشب بليس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذابهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك بأنه شاق الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما شاء الله تكبير. الله أكبر. برامج صوت المزمل بليز. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم فأنذركم الليل إلا قليلا نسبه أو ينقص منه قليلا أنذر عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشية الليل هي أشد وطرا وأكون قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا فاتخذه وكيلا. حسنك ما شاء الله تكبير. الله أكبر. So now we're going to ask the audience inshallah to ask one question from each from the 30 inches inshallah. So we'll start with Amir. So question from Amir from 30 inches from all the students. Yes. Let's start with the sisters first. And as we always request, please get ready with your questions so we can save some time. Brothers. Surah Abbas. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره. ما شاء الله تكبير. الله أكبر. جزء number 29 for Abdul Ghani because he memorized that, mashallah. Yes, wait. Surah Al-Mursalat. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wal mursalati 'urfa wal 'asifati 'asfa wan nashirati nashra. الفارقات فرقا والملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نشفت وإذا الرسل أخرجت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين. ما شاء الله تكبير. الله أكبر. يوسف إبراهيم 30 جزء. سورة المطففين. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم
وزنهم يحصنون على يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين ما شاء الله تكبير الله اكبر ابراهيم 30 جزء we are done with Abbas any other question زلزال إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها فقال الإنسان ما زادها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يسجر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة شرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره تكبير الله اكبر جزاكم الله خيرا to all of you you all did excellent alhamdulillah ربنا سبحانه وتعالى protect you all and bless you all inshallah جزاكم الله خير so you all can go let's move to the next group we have واصف عادل جميله عبد الباسط MashaAllah. So we'll start again from the right, Abdul Basit. So recite your favorite part, inshaAllah. نصفه أو انقص منه قليلا وزد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قوما ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذيرا فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى لقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى
ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. تكبير الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدناهم وإن يقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله والكافرين عذاب عليم. فبكبير الله أكبر. إن شاء الله. عبد الباسط في أساس القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة فأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. ما شاء الله. تكبير الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم هذا سحر فهم في أمر مريج فلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها بأيد وإنا لم وزيناها وما لها من فروج. كبير الله أكبر. واسف سورة المجادلة. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله والله يسمع تحاورهما إن الله سميع بصير والذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا فمن لم يصل ذلكم توعدون به والله بما تعملون خبير. تكبير الله أكبر. جميلة. سورة الحشر. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض هو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاحهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار لولا يعذب الله عليهم لولا أن كتب الله عليهم الجلاء لهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. ما شاء الله. تكبير الله أكبر.
Okay, we'll move to the third round. Audience, inshallah. We have just 29th from Abdul Basit. Just 29th. Brothers. Surah Al-Qiyamah. ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ أين المفر بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. ما شاء الله تكبير. الله أكبر. Okay, just 29, عادل. الإنسان سورة الدهر. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا فيها يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ما شاء الله تكبير الله أكبر. Okay, just 29th, Wasif. الذين هم على صلاتهم دائمون. للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربك غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم بأماناتهم وأهلهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون إلا على أولئك في جنات مكرمون ما شاء الله تكبير الله أكبر كيف تجسد هنا جميلة المدثر سورة المدثر سورة المدثر بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاحجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير دعني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنينا شهودا محقت له تمحيدا ثم يطمع أن عزير كلا إنه كان بآياتنا عنيدا سرحكه سعودا إنه قدر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر ما شاء الله جزاكم الله خير التكبير الله أكبر جزاكم الله خير to all of you ما شاء الله you all did excellent الحمد لله ما شاء الله so let's move to the last group Babur, Muhammad, Bazanfer, Saim, Shafir, Safa, and Shahir.
So again, before we start this group, why we have a different age group here? Because this is the group that, mashallah, in the summer, as if you remember, before you know the summer started, we said that this is a golden opportunity for a hafiz when they have a couple of months and memorize as much as you can. So these are, mashallah, seven kids who have memorized at least one juz in summer, at least one juz. But we have, mashallah, those who memorized two juz also in summer. So again, it's a reminder, whenever we have a break from school for a week, even for 2 weeks, you know, make sure that we have a plan. When we have, mashallah, we have started a journey to memorize the book of Allah for a hafiz, that's the opportunity. So alhamdulillah, these seven kids, mashallah, as I said, at least they have memorized one juz in summer. Alhamdulillah. So inshallah, we'll test them from whatever they have memorized. So the first round again will be their favorite surah, but after that, inshallah, the audience will ask all the questions. So we'll start with the right from Muhammad. الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا لشيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى
كبير. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ثم رتيا فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلنا فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر ما تقى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى للكيد تسمعون بيزا إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربي وهنا من اليوم كبير. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مستجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خشعا أبصارهم يخرجون من الأجر باسك أنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يخوف الكافرون هذا يوم عسير كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يخشى السدرة ما يخشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ديزى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل من عزيز عليم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم
لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما أنت من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. All right, quickly inshallah, please be ready with the questions. So, third year just. Question from Muhammad. Ladies first. So, Muqariya. بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. السماء شقت بسم الله الرحمن الرحيم والسماء انشقت إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان ما غرك يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. ما شاء الله تكبير. Okay, شهير. Third year just, ladies. صوت النازعات. بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبران أمرا يوم تربق الغالبة تتبع الغالفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشية يقولون أنا مغلولون في الحافلة أين كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا جرد الخاسرة إنما هي جرة سفرة واحدة فإذا هم مستعيرة. ما شاء الله تكبير. Shafia, third year just, the brothers. يقول أهلكت مال اللبدا. So in Balad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يقول أهلكت مال اللبدا أيحسب أن لم يره أحدا ألم نجعل له عينين لسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة رقم العقبة فك رقبة أو طعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا تواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. تكبير. بشرتم صفا ليديز سورة الفجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليالي عشر والفجر وليالي عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق
أكثروا فيها الفساد. تكبير. الله أكبر. Number 30 ages. Brothers. Allah, brothers. Please get ready for the interview for the questions, inshallah. الفطار. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. ما شاء الله. كبير. Question from Baba. Where are we? Okay. Yes. So. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نار حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارك مسقوفة وزرابي مبثوثة. ما شاء الله. تكبير. Okay, let's move to this 39 brothers. Humbly request, inshallah, now we will ask from except Shaheer, we will ask question from 39. So please, Surah Al-Muzzammil. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal Muzzammil. قم فأنذر قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أوجد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. Sign. Question from Sign. This 29. Brothers, sisters. Surah Al-Muddathir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجس فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نكر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان بآياتنا عنيدا. حسبك. Question from Shaheer, just 30th. We'll ask from him 30th only, inshallah. 30th, just brothers. سورة الانشراح. ألم نشرح. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك.
أذكرك إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Just 29, going back to just 29, sisters. You are sleeping, huh? Verse 29. Jacob, please. Ma'arij. Bismillahirrahmanirrahim. Salasainu bi'adabin waqi'a. Al-kafirin laysa lahu dafi'a. من الله ذا المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جليلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته واخيه وخصيلته التي تؤويه وما في الارض جميعا ثم ينجيه. حسبك صفا. Just 29th please, brothers. 29th. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالمنفيات ذكرا نزرا أو نزرا إنما توعدون لصادق فإذا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الرسل أقتت وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ولن نشرك بربه أحدا بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول صفيحنا على الله شططا وأنا ظننا أن لا تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك أجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم أطلع بعد ذلك زنيم كان ذا مال وبنين. حسبك جزاكم الله خيرا. Let's move to just 28 now. 28, whose turn, sisters? Just 28, قد سمع الله. سوره المجادله. بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتقي الى الله والله يسمع
أسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعدون به والله بما تعملون خبير. Sahib, just to read. Brothers, Surah Al-Jum'ah. Bismillahir Rahmanir Rahim. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليكم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين حسبهم شديد سوء الأعلى. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أن أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى سيذكر من يخشى ويتجنب الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى قد خاب من يصفى ذكر اسم ربه فخلى من تؤمنون الحياة الدنيا الآخرة خير وأبقى إن عذاب السعب الأولى صحف إبراهيم وموسى. Just 48. Let's go back to this 48. Ladies. شوف التحريم. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنت عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. سورة الحشر هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الله الذي لا إله إلا هو يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العلي العزيز الحكيم حسنا غزنفر 48 جزء. Sisters
سور الممتحنة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وأنا أعلم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديكم وألسنتهم بالسوء ودوا لو تكفرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم توعدوا به ما كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا. Let's move to just 27. Please, you ready with the questions? Okay, just 27, sisters. سورة الذاريات إلى سورة حديد. سورة الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. أسبق دسل سبن صايم بدرس الواقع سورة الواقعة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبسا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. شريف سورة الضحى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى سوف يعطيك ربك المرضى لم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى أما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. 27 جزء شافع. Whose turn was, I think, sisters? Qamar. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعيدوا كل سحر مستمر
كذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مجدر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر كش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث سير كأنهم جراد منتشر مهتئين إلى الداع يكون الكافرون هذا يوم عسير كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وجذر حسبك صفا just 27 brother sisters brothers هل أتاك حديث ضيف إبراهيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون فجاء بعجل سمين فراغ إلى أهلي فجاء بعجل سمين فراغ فقربه إليهم قال ألا تأكلون فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم كيف قالوا لا تخف فبشروه بغلام أليم فأقبلت امرأته في سرة فسكت وجهها وقالت أجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم هو الحكيم العليم الحجرات so was it الحجرات no that is 27 I don't know why they're asking tough question from Azam. Start from Surah Al-Hadid. Surah Al-Hadid. That is even tougher. So you have a choice, Surah Al-Hadid or La Yusadda'una Anha wa La Yunzifun. Surah Al-Waqi'a. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما أنزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور ما شاء الله حسبك just 27 Babur brothers or sisters Saf. I think there will be no food today. Come on, these are asking all questions. وَجَنَّ الْجَنَّتَيْنِ دَانْ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ You have choice also. وَجَنَّ الْجَنَّتَيْنِ دَانْ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ Or Surah Tur. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور
والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون. Quickly let's move to 26th سورة الأحقاف محمد فتح حجرات القاف. So question from Muhammad, just 26. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. سورة الفتح. بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما يدخل المؤمنين والمؤمنات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء غضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم حسبك. Question from Sain. Ladies. محمد رسول الله. محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطعه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع يغيظ بهم الكفار سيماهم وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. سليم باي, what's your favorite surah of 30 juz? Your favorite? بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشية عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا ما ضريع يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ مسفرة ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة أكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. ما شاء الله. So, Shafia, just 26, we're going back to Ahqaf until Qaf. Sisters. سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من
الأمين أعددتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم يا طائفتان المؤمنين قد تطلوا فاصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا إن الله يحب المقسطين. صفا just 26. Brothers, sisters, Surah Qaf. A'udhu billahi minash shaitani rajeem. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Qur'ani al-Majeed. Bal 'ajibu an ja'ahum munzirun minhum faqala al-kafiruna hadha shay'un 'ajeeb. Afalam ya'lamu anna kunna turaba dhalika rajulun ba'id wa ta'alimna ma tanfusu al-ardu minhum wa indana kitabun hafiz bal kazzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrin murib afalam yanzuru ila as-sama'i fawqahum كيف بنيناها وزيناها وما لها من خروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بعيد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. سورة قاف. ما يلفظ من قول إلا رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في السور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس مع حسائكم وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد قال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل من أرض مع الله إلها آخر إني لكم فألقياه في العذاب الشديد. أسبوك بابر just 26 sisters. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وأضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضربوا الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشد الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تدع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يذل أعمالهم. حسبك. Let's move to just 25 now. Just 25th, brothers. Any questions ready? Just 25th. Surah Al-Shura, Zukhruf, Dukhan, Jafiyah. Dukhan. Surah Dukhan. بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين تنزيل إنا أنزلنا عليك مبارك
إنا كنا موجلين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عيالنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين ربنا اكشف عنا العذاب بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. 25th Psalm. سورة الشورى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم عسق كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم وهو العلي العظيم كذلك تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير رأيت الذي يكذب بالدين بسم الله الرحمن الرحيم رأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض ولا طعام المسكين ويل للمصلين الذين هم على صلاتهم ساهون الذين هم يراءون يمنعون الماعون ما شاء الله شهير يرجان اوكي With all your questions, mashallah. It's up to you if you want to sit here or Juz 25th. Shura Zukhruf Dukhan Jathiya. Yes, question from Shafir. Good surah. There are a lot of hamims. Zukhruf. بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآن عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم بالذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا وبدا مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. جاثية صفا جاثية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من
في الرياح آيات لقوم يؤمنون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته ويل لكل أفاك أثيم. Mr. Lazapur, another tough question, Sham. Please go ahead. Surah Dukhan. Inna yawm al-fasli miqatuhum ajma'in. Inna yawm al-fasli miqatuhum ajma'in. Yawm la yughni mawlan an mawlan shay'un wa la hum yansarun. Illa rahimallah. Innahu huwal azizur rahim. Inna shajarata az-zakkum ta'amul athim. Kal-muhl yaghli fil butun. Yaghli al-hamim. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات النعيم ونعيم وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين. حسبك ما شاء الله. جيد. هل لديك سؤال؟ إخوان؟ إخوان المتقابلين. فصلت في 24. 24. فصلت. It's in 24. So we are still in 25th. ما شاء الله. وإذ قال إبراهيم وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم ورسول مبين ولما جاءهم بالحق من عندنا قالوا إن هذا سحر به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. حسبك. Move to just 24th now. So we'll be starting from Surah Zumar. مؤمن and now فصلت. بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب آياته قرآن عربي لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه في آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين إن الذين لا يؤتون الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين لا يؤتون ومن وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. Question next question from Sahib. Just 24 please. وقالوا لجنودهم لما شهدتم علينا سورة فصلت. قالوا لجنودهم لما شهدتم علينا بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لجلودنا لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين
فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم ومن خلفهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. Brothers or sisters, anyone? Say it louder, inshallah. Surah Az-Zumar. Bismillah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Tanzil al-Kitab min Allah al-Aziz al-Hakim. Inna anzalna ilayka al-Kitab bil-Haqq fa'budallaha mukhlishan lahu ad-Din. Ala lillahi ad-Din al-Khalis. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه والله الواحد القهار. غافر صوت الغافر صوت المؤمن. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم يأخذون وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. وسيق الذين اتقوا ربهم الجنة زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها وأنتم فيها خالدون. قال الحمد لله الذي صدقنا ونتبعه وعده وأورثنا الأرض نتبعه من حيث نشاء نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. Question from Babur. Anyone please? Anyone? You wanna ask? Okay, go ahead. Zubur, Zubur, where does it Zubur? إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ اللَّهِ سُورَ مُؤْمِنٍ. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ إِفْتَدَعُونَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ. وقالوا ربنا متنا اثنتين فأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحب لله العلي الكبير. حسبك. So we are done with verse 24, right? So we have this two students for verse 23 now. Only two more. Question from Muhammad al-Babar. Verse 23. Surah Yasin, Safat. صاد ياسين صافان صاد صاد بسم الله محمد صاد. بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن بالذكر وللذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرية فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر
واصبروا على آلهتهم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. So last question of today from Babur, just from the third Surah Yasin, Safat or Sad. Surah Yasin. ممتاز اليوم أيها المجرمون. ممتاز أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبد الشيطان إني لكم عدو إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم تجزى كل اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون. ما شاء الله جزاكم الله خيرا to all of you. May Allah subhanahu wa ta'ala protect you all, bless you all, inshallah, with barakah in your lives. Inshallah, we'll take a break for Salat al-Dhuhr just for 10 to 15 minutes and after that we'll start our prize inshallah distribution. After the period. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La